ما شاء الله تبارك الله، واضح ان البرنامج جميل. ايوه اكيد تفاعلي، فانت انتظروا وانا انتظروا، هم ينتظرون واحنا ننتظر بعض، ينتظرين بعض، والمشاهدين ينتظرون كذلك. لا والله جميل صراحه، وخصوصا انا اشوف التوليفه الحلوه بين الشيخ سليمان جبلان والشيخ خالد من زمان، ترى ثنائيه معروفه. لا والله ثنائيه رائعه جدا. لا واقول لك حاجه، في اريحيه تحسهم منهم يتكلموا بكل اريحيه، زول لما يتصل عليهم بياخذ راحته معاهم في الكلام. يا سلام. واحنا طبعا مشاهدينا الكرام، لعرض تفاصيل اكثر عن البرنامج معنا على الهاتف الشيخ الاستاذ خالد الدايل، مقدم برنامج فرصه. حياك الله يا شيخ خالد. حياكم الله، اهلا وسهلا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حياكم الله جميعا. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، واسعد الله مساءك حبيبنا شيخ خالد. يا ليت لو تحدثنا عن فكره البرنامج بصوره اكبر. اولا احيي حبيبنا عبد الوهاب وحبيبنا محمد عباس، وحياكم الله، وحيي ايضا مشاهدي قناه المجد. سعدنا حقيقه بلقائكم، لكن انا سمعت كم في جوائز وكذا، الحين انا لنا يعني حظ من الجوائز ولا انت حندخلك في السحب بعدين في برنامج حق عبد الوهاب حق التاكسي. ما شاء الله، اعطينا برنامج ما في جوائز الظاهر، هذه يبغى لها. انتم خليناكم، انتم مع الله جوائزكم الدعوات الصادقه بارك الله فيكم. بقول لكم جزاك الله، هذه ان شاء الله انتم اكبر جائزه للمجد وللجمهور كله يا شيخ خالد. الله يحفظك ويسلمك. بالعكس نحن ان شاء الله يعني منظومه متكامله، يعني الله يعني كمل الاخر. الله يحييك يا اهلا وسهلا. برنامج فرصه الحقيقه هو يعني ماخوذ من الاسم، ماخوذ من الفكره، يعني فكره البرنامج هو اعطاء فرصه للمشاهدين والمشاهدات بالمشاركه في البرنامج. طبعا في عقبه كبيره يعني في البرنامج، اللي هو أنا أتفق دائما مع سليمان، أقول له ترى أنت بتصير عقبة، لأن الفرصة للجمهور مو لك تقعد تتكلم تمسكهم خط وتقفل عليهم الفرص. لا بس كويس أنك أنت معاه دائما، أنت يعني أنت خبرة مع الشيخ سليمان جبلان. أنت ثبته. فأقول له شوف ترى هي نسب، يعني احنا بالكثير ناخذ 20% والباقي فرصة للجمهور، للمشاهدين والمشاهدات أنهم يعني يعطونا مشاركاتهم. فالقصد من هالبرنامج الحقيقة الاستمتاع بما عند المشاهدين، يعني المشاهد لازم احنا نقدر قيمته ولازم نحترمه يعني يعني قوة، لأنه فيه ناس عندهم حقيقة يعني إمكانيات للمشاركة، إمكانيات الإبداع، إمكانيات الحضور الجيد، فجيد حقيقة نستفيد. أيضا ترى يعني شوف احنا نعتبرها فائدة لنا كبيرة، يعني أنا والشيخ سليمان نعتبر هذا البرنامج لنا فائده كبيره، لان نتوقع انه راح يكون فيه ابداعات من الـ يعني المشاركين، وبالتالي نحن نستفيد منها في كلماتنا الدعويه، في لقاءاتنا، في محاضراتنا. نستفيد من هال يعني بالعربيه هو تحضير مجاني قد يكون، يعني عرفت يعني إيه؟ يعني شيخ مشاركات بعض الجمهور هي قد تكون فرصه مثلا للغير للاستفاده ولا كيف؟ طبعا طبعا، هي شوف مثل البرامج هذه طبعا هي تجربه بالنسبه لنا جديده، انه يعني ندخل في مشاركات يعني مفتوحه مع الجمهور، لكن احنا متفائلين خير الحقيقه. انا يعني شخصيا متفائل خير، انه يعني راح يكون فيه يعني ابداعات، وقد يكون فيه بعض يعني المشاهدين قد يكون يعني زي ما يقول ضيف دائم يعني. صحيح شيخ خالد، المشاركات شيخ خالد كلها بالاتصال ولا ممكن يشاركون معك مثلا ببعض المقاطع الفيديو المونتاج؟ ترى ما شاء الله السادة المشاهدين يعني وجمهور المجد دائما مبدع في هذا المجال. والله هذا ما شاء الله من افكارك الرائعه يا اخوي عبد الوهاب. الله يسلمك. ما في شك المخرج والاخ المعد يعني هم ما شاء الله شغالين يعني في مسائل انه فيه مقاطع، فيها يعني اي مشاركه تكون مفيده وقابله للعرض فنرحب بها يعني بالعموم، يعني عرفت كيف؟ جميل. الميزه في المشاركه حتى نحن يعني تعرف يعني حضورنا مع الجمهور كثير، وقد نحرج الحقيقه مثل واحد انه يتكلم ونقول له اسكت، فانا كان من الاساسيات اللي او اتفاقيات اللي مع الاخوه قلنا صعب اقول للمشاهد اسكت، ما اقدر اقول له وقف اسكت، ما اقدر، فاتفقنا انه يكون في عداد. سلام جميل. اي عداد الوقت خلاص، هو والوقت هو يتصرف، ترى لك دقيقتين ان تكلمت ما توقفت العداد بيوقف وينقطع الاتصال،
عرفت كيف؟ يا سلام جميله الفكره هذه والله ممتازه. اي والله يعني صراحه تحز نفسي اقول واحد اسكت خلاص انتهى الوقت او كذا ما اقدر حقيقه. طيب في نوعيه في نوعيه معينه من المشاركات انتم مثلا توجه الناس انه يشاركوا بها ولا المجال مفتوح؟ مواضيع معينه لكل حلقه في موضوع؟ شوف لكل حلقه هو فرصه لكن لكل حلقه عنوان يعني مثل الحلقه القادمه هي يعني اظن الاخوه وضعوا لها عنوان اجمل فرحه يعني يبدو لي كذا عرفت كيف؟ المقصود الفرحه لعوده الناس للمساجد لبيوت الله سبحانه وتعالى وعلاقه المسلم بهذا المكان الجميل الروحاني ويعني ايضا حث بالمستقبل كيف اننا يعني نستفيد من هالوقت اللي الله اعطانا اياه في اعمارنا اننا نستغل اوقاتنا في يعني الصلاه والعباده ويعني تقوى الله سبحانه وتعالى بالعموم. جميل بارك هذا الله هو فهذه هي يعني الفكره المجمله الفكره في الحلقه القادمه عرفت كيف؟ وهي دعوه للائمه ولل ايضا الاخوه المؤذنين اللي عندهم مشاركات الله يحييهم يعني فرصه الحقيقه. تعلنوا عن الموضوع من قبل الحلقه بفتره والناس يستقبلوا مشاركاتهم ولا؟ طبعا هذه اول حلقه يعني تعرف المرة يمكن سيتم الإعلان أو عن طريق ممكن نضع يعني رابط أو مثلا في تويتر أو في كذا نستقبل مشاركات ونعلن عن المواضيع يعني ممكن كل هذه جائزة يعني ما في مشكلة. كلنا شيخ متشوقين لهذا البرنامج الرائع الجميل. أنا أعتقد أنه وأتوقع والله أعلم أنه حيكون من البرامج الترند في المجد بإذن الله. الثنائي هذا جميل جدا من فترة طويلة ونحن كنا نشوفهم مع بعض. أنا ما أبغى أقول إحنا تربينا على جزاهم الله خير. شكرا لك يا شيخ خالد بارك الله فيك ومشتاقين بإذن الله ومتفائلين لبرنامج قادم قوي بإذن الله على قناة المجد العامة. شكرا لك شيخ خالد وفقكم ربي. شكرا شيخ خالد.